هنروح كابتن للأهلي والمنتخب ونرجع، يعني خلينا نروح للمنتخب مع حضرتك، ويعني ماتش السودان إن شاء الله اللي نتوفق فيه يعني إن شاء الله. بإذن الله. بس برضو ناس كتير بتتساءل هل إحنا هنلعب برضو يعني بطريقة زي ما لعبنا مع نيجيريا؟ هل اللعيبة هتبقى في مراكزها؟ هل إحنا مش هنفهم الخطة برضو غاية نهاية المباراة؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. بص حضرتك، هو كل مدرب ليه شخصيته وليه وضعه ليه التكتيك بتاعه، ما اختلفناش ده شيء جميل. إنما طبعا هو يعني الناس اللي هي بتتفرج يعني، او الناس اللي هي مش في الكوره، او اللي هي الناس مش فنيين قوي، يقول لك مثلا ده مش في مكانه ده بتاع. طبعا الموضوع كله لازم، احنا بنلعب بطوله مجمعه، لازم كل واحد ثبات تشكيل، ثبات مراكز في اللعيبه، كل ده لازم يكون موجود في دوره مجمعه زي بطوله افريقيا او بطوله العربيه او بطوله وده مش وارد عندنا. مش عايزين نقول مش وارد، بس على الاقل ما حصلش كتير ممكن. وبرده احنا لسه برده الناس مش فاهمه دماغ الراجل او كروش بيفكر ازاي، او هو عاوز يعمل ايه، او يعني هو انا في تفكيري انا كراجل فني، هو متصور ان هو لازم هيعدي الدور الاولاني دوت، وده طبعا هنعديه ان شاء الله، يعني ان احنا هناخد مركز تاني، ان احنا هنعدي، وهو بعد كده اكيد في ثبات للتشكيل وثبات للمراكز، ده مهم جدا، لان المباراه الاخيره اللي احنا شفناها مع غينيا بيساو كان الى حد كبير كان كل واحد في مركزه، يعني ان انا شايفه كده، انما انا شايف برضو ان اداء فردي بحت، ما تقدرش تستنتج حتى الخطه اللي بتتلعب. بص حضرتك، هو برضو احنا مش عايزين نظلم الراجل لغايه اما نشوف الهدف اللي هو عايز يوصل له ايه هو. معلش يا كابتن ايهاب، انا اسف التعقيب ده، يعني سامحني كده، بس انا بتكلم ايه بشكل عفوي يعني. لو هنستنى ايه اكتر من اللي استنيناه عشان بس نستنتج الراجل ده عايز ايه؟ يعني ده عدت علينا البطوله العربيه كامله، عدت عليك ماتشات كتير الفتره الاخيره، وكلنا بما فيهم المتخصصين زي حضرتك مش قادر تستنتج هو عايز ايه. ما هو بصراحه كلام حضرتك مظبوط جدا، يعني في كتير جدا مننا كفنيين برضو مش قادرين نظبط الامور ماشيه ازاي، يعني لما بتفرج على المباراه غير لما يكون واحد مش فني بيتفرج عليها، بيتفرج من وجهه نظر التاكتكس، بيدير ازاي المباراه رايحه فين، المباراه جايه منين، كل ده انا بتفرج عليه من وجهه النظر ديت. فطبعا في كتير جدا في اوقات بتروح مننا الموضوع، يعني بيروح مني الموضوع ان انا ازاي استكشف الموضوع ماشي ازاي، كتير جدا في اوقات كتير جدا من المباراه حقيقه يعني. انما برضو احنا عايزين نعرف برضو الهدف، احنا عايزين نوصل ايه، احنا عايزين نعدي الدور الاولاني ونخش على الماتشات بقى اللي بعد كده هي الاصعب كده، لان المغلوب هيطلع بره طبعا. فبطوله العربيه انا شايف ان يعني المباراه اللي احنا خسرناها امام تونس بدلك، يعني ان احنا جبنا جون في نفسينا غصب عننا، يعني لو كانت المباراه مشيت بالطريقه اللي هو كان ممكن متصور ان هو تمشي بيه، كان ممكن نلعب مباراه نهائيه مع الجزائر، كان ممكن الوضع كان مختلف شويه. انما احنا برضو مش عايزين نستعجل، وعايزين نشوف المباراة السودان، طبعا احنا هنلعب السودان بكرة ان شاء الله، نشوف بس ايه الوضع اللي هيحصل فيه، لان كده كده انت داخل الدور الثاني يعني، ونشوف ان شاء الله وربنا يسهل يعني، ان شاء الله نشوف ايه اللي هيحصل يعني. طيب.